Yeah.
olhos de vidro. Ele entrou na missão na hora de fazer o Thank you.
I
I'm going to go to the
lot. الله اكبر. Ay kabara. Allahu akbar.
I'm not going to ask them to go to the
sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna bilayya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سلك بأحبابه سواء السبيل ووفقه لمرضاته فنال الجزاء الجزيل والصلاة والسلام على الواسطة العظمى لنا في كل نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لجميع العالمين رحمة قال الله عز وجل
إنك ميت وإنهم ميتون. وعلى آله الطاهرين وصحابه وجميع التابعين. وبعد، فإن خليفة العام لشيخ إبراهيم نياس الغاني إمام الكل دكتور شيخ نوح شاربوتو وزعيم حركة التجانية الشيخ عبد الودود هارون محمد التجاني سيسي مع سائر الخلفاء والأئمة والعلماء وأعضاء حركة التجانية والمقدمين والمريدين نقدم هذه الرسالة إلى جناب خليفة العام الشيخ أحمد التجاني بن علي السيسي مع إخوانه وسائر أشياخ الجماعة ونجري صبرنا إليكم بما أصابتكم من مصيبة الموت وكما لا يخفى عليكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقيل دار متى ما أدهكت في يومها أبقت غدا بعدا لها من دار وعلى هذا نقدم تعزيتنا إليكم بفقد والدتنا وجدتنا سيدة فاطمة بنت الشيخ إبراهيم النياس هي التي من الله عليها بثبات قدميها على إعانة زوجها وهو قلم الفائدة وخليفة العام لحضرة إبراهيم سيدنا مولانا علي بن حسن السيسي زاده الله رحمة في داره زاده الله رحمة في داره المقدسة في خدمة الزواج وخدمة المنزل ورعاية الطلبة الأشخاص البارز بنفسها ولا تلتفت عن الغير لعدم سكونها ليلا ونهارا صباحا ومساء ولم ترى أنها ابنة للشيخ بل تمثلت بسميها التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا ونحن نتحقق أنها في سعداء الصالحين كما قال مولانا الجو سعادة الأنام الموت لا يضر من كان سعيدا بل هو راحة لمن كان رشدا ولماذا وقد عرفناها وبعد هذه الخدمات كلا هي في خدمة خدمة القرآنية في كل أسبوع من نشأتها إلى أن لازمت الفراش وما زالت حتى لبت نداء ربها عز وجل ما شاء الله وبصدق نيتها وهب الله لها الأولاد الذين يفتخر بهم الإسلام والمسلمون في دول العالم وهم مولانا المرحوم الشيخ إمام حسن علي السيسي وخليفتنا الحاضر الشيخ إمام أحمد التجاني وشيخ محمد الماهي علي السيسي زادها كرامة وبالأمس الخميس كل زاوية ختمت مرة من القرآن الكريم بأمر إمام الكل دكتور الشيخ عثمان نوح شاربوتو فها نحن اجتمعنا في دار زعيم الحركة التجانية شيخ عبد الودود السيسي في مسجد الإمام حسن السيسي يوم الجمعة 13 ذي القعدة هجرة 1441 موافق 3 يوليو 2020 وذكرنا فداعات عديدة مع ختمة القرآن والثواب إلى روح سيدتنا فاطمة تقبل الله سعيها بالمغفرة والرحمة والسلام عليكم وأيديكم حافظ بلا سعد أستاذ محمد تركي إلينا كلمة تعزية لحضرة الشيخ تعزية بسم الله لا تبعدي كرر الله يجازيك
السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي كتب لذاته البقاء وعلى خلقه الفناء. سبحانك ربي سبحانك ولا تقال الا لك، فانت القائل كل من عليها فان، وانت القائل كل شيء هالك الا وجهه، وانت من عزيت حبيبك صلى الله عليه وسلم في حياته بقولك انك ميت وانهم ميتون، وانت الذي بشرت المؤمنين بقولك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وها نحن في هذه الجلسه الطيبه المباركه التي نتلو فيها كتاب الله، ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى خاشعين بان يرحم فقيدتنا الحاجه فاطمه، ونحسبها على خير ولا نزكيها على الله، فهي نبت طيب من اصل طيب. نسال الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة والمثوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وارحمنا بعدها يا رب العالمين. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، واجعلها في مستقر رحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها، وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها. اللهم عاملها بالاحسان احسانا وبالاساءه مغفرة وعفوا ورضوانا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله مولانا. لا فاتر ممكن يكرشي لذلك وختم أنا قرآن حتما قرآن من شيء إذا ما كرشي يسأل ناس وانا قدم ردا شوكو نا بابا نا wannan shi ne hidimanmu da muka yi zuwa ga wannan jama'a na jumla an samu wurin 5,600 wanga jumlan abin da aka samu wanga jumlan nan da aka samu al'ada ana tashi daren nan da ya yanke wa sai an zo da ruwan sama wannan bai wakana ana karewa da suwanka ya biyo bayan ta rasu kuma ba a samu ruwan nan ba shi da aka bisa ta an bisa ta ana ta dawa wannan daren nan Allah ya kawo sa'ilin raudan da ma da aka je ginawa sai da aka ga ajali ruwa ne ya keto a wata su ya samu raunin shehu ibrahim ina sa'ilin ruwa ba sai wani alamar ruwa amma da aka je aka bisa ana gino za a bisa ruwa ne ya keto yana zubowa kamar ruwan madara wannan karama bayan haka yayin da aka gina aka tare za a sa can kuma lalle shi aka ga hadakar da imam ke ciki ya tsare wurin ba a samu yadda ake ciki sai aka fito da aka fito da ainihin imam da kanshi hadakar nashi aka fitar a cikin makwancin nan sannan aka buɗa shi yau fa wurin shekara 10 ke nan ko ba amma an same shi farin bikin shi ma da ya fito
أمكن تشي هكا حتى ساكي ما يتشي لقوش هكا ولا بطن كرام عليك أشواش يشكين فيدو دا عيني الروضة دا قنزل بكي إمام ولا أني هكا ليسجد دمسو يا فتارة صاحب الجواء وسمع بيرسكي وسلم لن الله يساكا الله يساكا الله يساكا ويوانا الزماء سند مكرة القرآن وإلى فلا لا إله إلا الله الله يجب الشر المؤمنين جرزام السولاري خطبة لا حكم القرآن ضايا منقدمة تعزيهم يعني أني معلم معي من إمام القيدة يا قدم أبدا فداء ياي نني الأستاذ محمد العصهري يبيه أنت ياي سبي دمشي بريدي لنا شيخ أحمد التجان إمام القولة شيسا ذي فكرة يييك ولن تعزي لن إن شيخ يقل ياتنا وانغشيني مقصد جزاء أي من قدرة نهت ما سائد المشي وزيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رب خلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يشفع صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الأمين هو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين والمؤمنون المصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزكريا وسعد المصريين وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وإبراهيم والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة والسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرع به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم الشافع المشفع فينا ولا تجعل الماهل مصدقا فينا اللهم اجعلنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النار الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا قليتا ولا مريضا الا شفيتا ولا كفيتا ولا كائبا الا رددتا ولا آسيا الا عصمتا ولا فاسدا الا اصلحتا ولا ميتا الا رحمتا ولا عبدا الا سترتا ولا اسيرا الا يسرتا ولا حاجة من هوائج الدنيا والله لا لك فيها رد ولا فيها سلام إلا أنتنا على خلايا في يسر منك حاجة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة للجدير يا ذا الجلال الكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر حكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على قرآن الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما عليت به علينا من خلائق من الآجبة والرشدة بناتنا من المنكر والشم وإنا من أمنا رشدا بناتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا إسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين
سيد قلوبنا بارد دارج ربنا من لدنك رحمه جزاها رب اشرح لنا سمعنا ونادينا نادي للايمان ان امنوا فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وكفر عنا صبرا ربنا واتنا ما وحلنا على رسلك فلا تضرنا بانفسنا فلا تلمعنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا وارحمنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم كل بين عفو كل ظالم يا ربنا انت ترى ما قد جرى اقسم بكارم من علينا جزرا يا ربنا اجل لنا بالفرج ونجنا من طيئة وهرج ومد علينا من همالك الامن اجرائك المهل في يمنا اللهم عارفنا بعينك التي لا ترام وكنفنا في كفنك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يبا اللهم نذرأ بك في نور آلاء ونذق من شرورهم اللهم أكفناهم بما شئت اللهم أكفناهم بما شئت اللهم أكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا كفارك وليكفارك ونيسر أسيا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وسقينا وذكرنا وانسانا وقعدنا وقائبنا ورنا وعبدنا وتعدينا وآسينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين وعشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا في ذل القوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Fatih.
صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.